السلام عليكم، ايه الاخبار يا شباب؟ ايه الاخبار، عاملين ايه؟ طبعا الحمد لله انا وصلت، لولا الجي بي اس بصراحه ما كنتش عرفت اوصل للمكان هنا. يعني الدائري رماني كده في منطقه غريبه يعني. ففضلت ادخل بقى يمين في شمال في شمال في يمين، بس وصلنا الحمد لله. اوكي، المفروض ان في شباب هيتمرنوا في المكان ده. اوكي، working hard always I love work. تمام، نورين، عاملين ايه؟ اخ تين 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 تين. مساء الخير يا جماعه، وربنا كده يوقعكم في التسويحه اللي اتسوحتها ديت، لان هنا المناطق غريبه، المناطق كلها شوارع، وما شاء الله بعدين في ورا هنا الجامعه الفرنسيه والجامعه البريطانيه، هنا الناس عايشه في عالم انذر وورلد يعني. اوكي، بس برضو هتلاقي دايما الناس الطيبين في كل مكان يعني، تلاقي جنيني هنا. اخ زياد، ايه اخباركم كلكم؟ احاول اصور بث مباشر وانا بايه، وانا بمرن الشباب، وانا بمرن الشباب. بصوا هنا في جنينه جميله جدا، جنينه مناسبة طبعا للتمرين، الجنينة هنا مناسبة ايه للتمرين جدا. والله يلا عقبال كده ما يكون لكم بيوت هنا. بصوا المنطقة، المناطق هنا ما شاء الله يعني، وفي بلح اهو ونخل. تعالوا كده نحاول ناخد بلح، شايفين؟ يا نهار اقرق، بلح ده مش بلح، بلح بلح يا بلمبح، لا البلح ده مش تمام. مش تمام البلح ده، استنوا كده ندوقه. لا مسكر، تدوه مسكر؟ بس مش قوي يعني، النخلة مش عارف ما. ده يخليني عطش. مين اللي هيتمرن فيكم؟ مين؟ مين يوسف؟ انت يوسف؟ يا عم انت كل شويه مامتك تكلمني يا عم. هو بص احنا بس هنجمع يعني، مش لا بعدين، بس تعالى بس. عامل ايه يا يوسف؟ لف كده، ده احنا بنعمل لايف ستريم يا يوسف. ايه الاخبار يا يوسف؟ مالك؟ مفيش. وانت اسمك ايه؟ محمود. عامل ايه يا محمود؟ الحمد لله. الدنيا زي الفل معاك؟ اه. مستعد للتدريب النهارده؟ اه. You have to be ready for training today. Yes. في واحد okay. And what's your name? آدم. مين؟ آدم. آدم، الله اسم جميل آدم. عندك كم سنة يا آدم؟ 11. بص للناس يا آدم، تمام؟ نندو. وانتو كمان؟ هم دول مش العاوة بس. ما أنا عارف انت اسمك ايه برضو. عادي يا عم. المصاصة دي مش مضرة يا فعلا. تعزم على الناس مصاصة طيب؟ وانت اسمك ايه؟ اسمي أميرة. أميرة؟ أنا مش هتضرب. انا لما هو يجي يشوفكم. خلاص يعني نستنى نجمع الناس، عايزين نتمرن تمرينه جامده النهارده. هعمل لكم راوند دلوقتي، بقدايه بس بقداش ايه عادي بس كده اللي بصور عليا بصورك يعني. اهم حاجه في الحركه دي بقى الايد. طب استنى، هو كده بيصور؟ اه لما اجي اطلع فوق. بص اضرب، واحد اثنين ثلاثة. الحركة دي اسمها ايه بقى؟ بيسموها الموزة. شفتوا من عند الوسط هنا؟ في ناس كتير بتيجي تعمل الحركة ديت، لكن للأسف ما تضربش الجزء ده. فبتعمل الحركة، بص بتعمل الحركة، تعمل الحركة صور كده. تعمل الحركة ايه؟ بس ما تتكلمش خالص، ما ينفعش هنا الكلام، أنا مدرب. لازم نضرب ايه بقى؟ ولد ما تتكلمش يا ولد. هصور بالزاويه ديت شويه، تعمل ازعاج. يبقى لازم نضرب ايه؟ الوسط ده، تمام؟ لما اضربه جسمي بيتفرد. بصوا بالشكل ده بيتفرد كده، لكن في مش بيفرد الجزء ده، تمام؟ في بقى برضو الحركه اللكمات، تلاقي الناس في الشارع تعمل ايه؟ تقوم كده تضربه كده، طبعا بيكون شكلها وحش خالص.
لكن الافضل في اللكمات بقى ان انا بضم ايدي على جسمي كده، كل ما ايدي بتخش جوه جسمي كل ما اطلع ايه لكمات قاتله. وفي ناس بتعمل كده بس ده مش صح. بحاول اخد قوه جسمي عش عش عش. شايفين باخد قوه جسمي ازاي؟ عش عش. لما اخد قوه جسمي ايدي كلها ايه بتيجي. لكن لازم وانا بعمل، شايفين الكلب معجب بالحركات. ايه اخبارك؟ هاو هاو هاو. لازم ايدي مبسوط مبسوط. لكن لما اجي العب البانشز لكمات ما ينفعش وانا واقف. بحاول ايه اراوغ انزل اطلع، لازم احاول اكون سريع وصد. ها ثانك يو ثانك يو. انت جاي ريدي فور وان بام. نلف ال ما اخبارك يا يوسف؟ الحمد لله زي الفل. يا يوسف الحمد لله. جيت لك اهو يا عم. تعرف والله العظيم بص للميزه انا مكان بس الحاجه كل شويه عايز تيجي كابتن جابر. جيت عشانك انت بقى. داخل اتكلم مع الناس. ازيك وعامل ايه؟ عادي عرف نفسك كده. طيب اسمك؟ يوسف. اهو كلمهم هم. اسمي يوسف عمري 12 سنه. كلمهم هم. اسمي يوسف عمري. You have to talk with people. والله بكلمهم. With your fans not me okay. Talk with them please. انا اسمي يوسف وعندي 12 سنه. ده عاوز تطلع ايه يا يوسف؟ عاوز اطلع مش عارف والله لسه. انا عارف بس طبعاً. انا بحب طبعا لازم نساعدهم على تحقيق اهدافهم. يا اوكي تعالى يا مصلحي. اسمك ايه يا مصلحي؟ محمود. يعني اقول مصلحي تقول انت محمود؟ اه اسمك محمود. اه محمود. اه عرف نفسك كم سنه؟ آه عندي 10 سنين. 10 سنين. نفسك في ايه؟ تبقى ايه؟ مهندس. الله عليك. مهندس بقى معماري ولا مهندس ديكور؟ معماري. معماري هتعمر يعني. انك عامر في الارض يا صراقه. صبح صبح يا عم الحاج روح الشباح. بعرف اقلده على فكره. روح الشباح بيقول لك بقى اتكلم الناس يا معلم تمام ولا اله الا الله وخد راحتك بقى. يلا اتكلم. اسمك؟ يلا. لا لما اجي اكلم الجمهور انا اسمي مثلا جابر. يلا قول اسمك. ادم. لا على صوتك. ادم. كم سنه يا ادم؟ 11 يا ادم. منين يا ادم؟ انت منين؟ من المنصوره. من المنصوره؟ سبحان الله. وجاي هنا؟ يا عيني عليك يا ادم. عاوز تبقى ادم؟ معرفش لسه على فكره. دي بصي دي مهنه ملهاش حل. يعني انا برضو معرفش لسه ما شاء الله. انا معرفش لسه وما تعرفش يعني. لو بقيت كابتن انا كنت برضو بقول كده يعني. عاش يا ادم. مو اخويا فزر. تمام؟ اهلا بيكم يا شباب كلكم منورين طبعا. تمام؟ هستأذنكم وان شاء الله احتمال نعمل لايف ستريم بالليل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.